آدم، واللي طبعا إبليس مش خارج منها، جنة. ما هو الله استخدم تعبير الجنة حتى في قضايا عن جنان في الأرض. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، بشيك إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إلى آخره، مش قضية. إذن إبليس له هبوطين، وآدم وزوجه إلهم هبوط واحد. إبليس له هبوطين، طيب، وآدم وحواء لهم هبوط. قبل ما يهبطوا إيش قال لهم؟ وقال ما نهاكما ربكما، مع أنه ديروا بالكم محذرين، هذا عدو إلك ولا زوجتك، ديروا بالكم، تحذير، مش يقدر يخرجكم. بمعنى الآن في اختبار وابتلاء لآدم، لكن هذا الاختبار وزوجته، هذا الاختبار ديروا بالكم، تم في تحذيرات، ديروا بالكم، هذا عدو لكم، إلك ولا زوجتك، هذا بده يخرجكم منها، أشوف تقدروا ما تخرجوش منها. ليش؟ هو أصلا راح تكون القصة في الأرض نفس القصة، القصة في الأرض نفس القصة. إذا هذا أخرجكم من الجنة هاي، بس إذا فشلتوا في الأرض مش راح تدخلوا الجنة الحقيقية. دققوا معاه، إذا قدر يخرجكم من الجنة هاي إيش معناها؟ ديروا بالكم وبتوقعوا في الخطأ نفسه في الأرض، تدخلوش الجنة اللي مخلوقين أصلا من أجلها أنتم، تدخلوش الجنة المخلوقين من أجلها أنتم، اللي شو هي الجنة الآن؟ اللي هي جنة الخلد، الخلد. فالآن إذا هذه جنة وضع فيها آدم وزوجه للاختبار والابتلاء، افرضوا هاي، لاحظوا كيف الآن قاعدين منشوف، افرضوا نجحوا، نجح آدم وحواء ما قدرش، بظلهم فيها؟ لا طبعا بظلوش فيها، الكتب مبين، ولا لا؟ ليش إذن هم موجودين فيها؟ هم مش موجودين أصلا في من أجلها، هم لازم يكونوا على من أول يوم قال جاعلهم في الأرض خليفة. أصلا إبليس قبل ما يضلهم شو قال؟ لا أزينن لهم في الأرض. إذن هذا قبل ما يخرجهم بده يزين لهم وين؟ في الأرض، لأنه عارف وين؟ في الأرض. ممكن ما ينجحش في الجنة، بس عارف إنهم بدهم ينزلوا في الأرض. طب ليش في الجنة؟ هاي احنا خلصنا، مش جنة الخلد هاي. انتم بتستغربوا يعني انه يكون هذا الانسان المكرم اللي سخرت له السماوات والارض، الى لما بده يقوم يوم القيامة تبدل الارض غير الارض والسماوات، انه يعني والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ ليلة الاسراء والمعراج على عليين، مش هيك؟ وابراهيم خليل الرحمن، وحتى على الارض تسخير لسليمان، قدرات وطاقات وتفاصيل. يعني هذا الإنسان ما يؤخذش يعني إلى مكان ما يوضع في بوتقة اختبار اسمها جنة. شو هي هاي الجنة على فكرة؟ هذه الجنة إيش قيل لآدم؟ إن لك، هاي ضمانات، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هاي هي المتطلبات الأساسية، بتجوعش، تعراش، تضمعش، لأنه دير بالكم الجوع والعطش هذول التغتين، بعدين تعراش شخصيا لأنه قضية البرد والكذا والأخي والواقية، وما بتكونش في حر الشمس، يعني بمعنى آخر في سكن وفي ظل. مضمونات إلك. أنا شايف أنه هذا هو تحقيق الأساسيات، هذا مش اللي بنفهم عنه في جنة الخلد، هذا تحقيق أساسيات، أربع أساسيات. إن لك في، إن لك إيش كان له؟ ألا تجوع فيها، طالما أنت فيها ما تجوعش ولا تعرى، مع أنه العري هذا في عري ثاني اللي هو لما يكون فيش ظل، مش كل واحد منقول ألقينا في العراء لما يكون ما فيش ظل، لكن هون لاحظوا الجوع والعطش هذول من باب واحد،
والستر والستر الستر الشخصي ألا يعره شخصيا، والستر المتعلق بإيش في قضية ألا يضحى اللي هو يعني يتعرض لحر الشمس، حر الشمس طيب يعني سكن. إذا أعطي 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 إيش المتطلبات الأساسية، مع أنه في شوية في رغد، وفي في رغد مو على الأرض، في رغد كان بشيك كيف بني إسرائيل لما قال لهم رغد في رغد. طيب إذا بس مش هاي الأوصاف الجنة اللي أنا الخلد، هذه جنة ابتلاء واختبار، جنة اختبار نجح ولا ما نجح طالع منها، انتبهوا الآن نجح ولا ما نجح طالع منها، هاي كمان أساس مش عم يصيرش متناقض الآن. ليش طالع منها؟ لأنه من أول يوم قال في الأرض، وإبليس قال بده يزين لهم في الأرض، في الأرض مع أنهم في الجنة، أيوه قال بده يزين لهم في الأرض، يعني عنده ضمانات انهم راح يردوا عليه، لا عارف انهم بدهم ينزلوا في الارض. طب كيف بده ينزلهم الارض وليش بدهم ينزلوا الارض؟ خلوا هاي يجيها وقتها. طيب قالوا هاي الجنة ضمانات فيها 1 2 3 4 5، ديروا بالك هاي نحطناك في البوتقة الاختبار، هاي دير بالك ابليس بده يضلك، هاي نبهناك، هاي نبهناك، كله تصرف زي ما بدك ما عدا هاي الشجرة. على فكرة في ناس لحد الآن مشكلتهم زي إيه؟ مشكلتهم زي واحد مثلا يدخل الناس على مطعم أو قاعة هائلة فيها 20,000 صحن منوعات 20,000، ويقول لهم اسمعوا والله يا ضيوف الصحن اللي لونه أحمر هذاك ما تأكلوش منه، إيه 20,000 هذه كلوا منها ما عدا الأحمر. شو بصير يقولوا البشر؟ هو ليش الأحمر هذا؟ هيك الناس كن قال لك ليش حرم الخمر؟ يخرب بيتك بهن المحرمات، خمر وخنزير والدم مثلا. كن قال لك ما بتلاحظوش قديش بناقشوكم؟ لماذا حرم الخنزير؟ هيك طب ولازك حرم الخنزير. كيف يعني؟ مفيد كثير الخنزير. لكن مش مكفيك، انت بتقدر تعد النباتات قديش؟ النباتات بتقدر تعدها؟ ابدا. طيب اذا مفتوحة لك، جاي بتقول ليش الخنزير هذا؟ انتبهتوا للانسان بتشوفوهم من يوم ولا بتشوفوهم؟ مش شو الحكمة؟ قال ما انت ما فيش حكمة، بلا حكمة واحدة بدي افترض انه يختبرك حضرتك بتطيع ولا بتطيعش، بعد ما اعطاك كل اللي اعطاك بده يختبرك، ممنوع يختبرك. ومع انه قادرين نفهمه انه الخنزير بضرك وبضرك وبضرك 400 مرض في بحث قرأته، 450 بحث علمي، بعد ما قالوا لك الخنزير 1 2 3 4 في الاخير شو قال؟ يعني هو معروف 450 نوع مرض بيشارك فيه الخنزير، منهن هدول البحث علمي في جامعة من الجامعات. تمام، هذا لو بدنا نتحدث. لا يا اخوي افيد اشي الخنزير. خلينا نفترض الله بقول لك ممنوع، ما هو قال لابراهيم عليه السلام اذبح ابنك، يعني مفيدة كتير ذبح الابن؟ انت عبد ولا مش عبد؟ لذلك هذه الاولا انت عبد ولا مش؟ الله قالوا خلاص بكفيني انا، الله قالوا خلاص، الله لو حرم علي كل شيء الا اشي خلاص براتل كل شيء باخذ انا شيء بس وانتهى الموضوع، ولا انت مش انت عبد مش في اختبار انت بس؟ يا سبحان الله ملاحظين. وقال لهم هناك نفس الطريقة، كله ما عدا هالشجرة، وديروا بالكم هذا بده يضلكم، والشجرة هاي بتخرجكم. ولذلك شوفوا أصلا خروجهم منها كان إشي إيجابي، خير يوم في صحيح مسلم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. إذا إخراجوا منها شو كاين؟ نعمة. أركت منشوف ليش مش هيك؟ مش هيك؟ ادخل فيها للاختبار واخرج منها. اذا مش هذا حديث في صحيح مسلم؟ اذا يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه في صحيح مسلم فيه خلق آدم. طب ممتاز، هاي نعمة عظيمة، ان اشكر لي ولوالديك انه خلقك. وفيه ادخل الجنة للاختبار، وفيه اخرج منها، شيء جميل انه خرج منها. ليش؟
هو اصلا مش موجود إله، هو اصلا موجود للارض مشان نشوف مشان. انتبهتوا كيف؟ هون شو قال لهم؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ إذن على فكرة هذه